لبيك حج القلب كي يرد العلا. قال تعالى في محكم التنزيل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية أن شرع لها مواسم للطاعات، ومن هذه المواسم هذه العشر الأيام الفاضلة من ذي الحجة التي قال عنها المولى عز وجل: والفجر وليال عشر. وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فتزودوا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. هذه أيام فاضلة، أيام مباركة، خلونا نتسارع فيها بالخيرات والصدقات والطاعات والدعاء للمولى سبحانه وتعالى. فهي أيام فاضلة يستحب فيها الصيام وذكر الله سبحانه وتعالى، وفيها يوم عرفة الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهي أيام عظيمة للحاج وغير الحاج. عسى ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.